عزيزي المشاهد اهلا بيك في حلقه جديده من برنامجنا فحصين الكتب برنامج دراسه الكتاب المقدس احنا حاليا في دراستنا لرساله العبرانيين بذكر حضرتك ان افضل طريقه تتابعنا بيها ان يعني كتابك المقدس يكون قريب منك ولو امكن يكون عندك حاجه تاخد فيها ملاحظاتك ايضا في البدايه اسمح لي ارحب بضيوفنا في الاستوديو أخي نحامي نسان اهلا بيك اهلا بيك اخ ايمن يوسف اهلا بيك اهلا بيك. اخ يوسف رياض اهلا بيك اهلا وسهلا عزيزي المشاهد الحلقه الماضيه كنا اتكلمنا عن تقديم لرسالة إلى العبرانيين والنهاردة بنعمة ربنا هنبتدي في الأصحاح الأول وأخي يوسف أطلب منك كالمعتاد أنك تقسم لنا الأصحاح لتسهيل دراستك يعني هو تقسيمة أصحاح واحد سهلة الأربع آيات الأولى بنشوف فيها سمو وتفوق شخص المسيح في سباعية يعني بيذكر لنا سبعة أمجاد للمسيح الأعداد الباقية من خمسة لغاية عدد 14 آخر الأصحاح بنلاقي في سبعه اقتباسات من العهد القديم غالبا من سفر المزامير بتوري تميز وتفوق المسيح السباعي يعني جاب لنا في الجزء الاول تفوق المسيح ثم ايات من سفر المزامير معظمها بتورينا كيف ان المسيح متفوق وسامي حتى عن الملائكه انواع وطرق كثيره تترجم ايضا بجزئيات وباساليب مختلفه فالرسول يصف اعلان الله عن ذاته للامه اليهوديه في العهد القديم بواسطه انبيائه الكثيرين بانه جزئي والمقصود بالنبي هو كل واحد تسلم رساله من الله لينقلها للشعب بدءا من موسى وكان كل منهم يعلن قدرا محددا عن الله وكانت اساليب الله في اعلانه متعدده تاره بالاحلام وتاره برؤيا ومرات اخرى بوحي يكشف عن المستقبل اي نبوه ومرات باسلوب شعري اختباري يكشف ما في قلب الانسان مرات يتكلم الله نفسه مثلما تكلم مع موسى وصموئيل ومرات عن طريق ملائكة مثلما حدث مع دانيال فمثلا يعلمنا العهد القديم عن الكفارة من أول الطريق خارج جنة عدن ثم يعلمنا درسا عن الدينونة في الطوفان ومن ثم درسا عن الإيمان في حياة إبراهيم وهكذا وكان اعلان الله هو مجموعه كبيره من الاحجار الكريمه جميله الالوان تشكل معا لوحه بديعه فكل حجر هو رائع في ذاته لكنه يزداد بريقا وروعه عندما تنظر للصوره الكبيره التي يتكامل فيها هذا الحجر مع الاحجار الاخرى لكن رغم تعدد اواني الوحي واساليبه الا انها لم تكن كافيه للاعلان الفائق والكامل الذي كان الله يريد اعلانه عن ذاته بل ظل الله بالنسبه لليهودي هو اله محتجب حتى جاء ربنا يسوع المسيح ليعلن الاعلان الكامل الحقيقي الذي كانت تشير اليه كل الصور في العهد القديم تبتدي رسالة ببراعة استهلال عظيم جدا والعدد الأول أخنا حامية يحتاج إن إحنا نقف عنده وقفة تدينا فكرة عنه. زي ما حضرتك قلت افتتاحية مجيدة وجميلة لما يفتتحها بلفظ الله الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما. سفر التكوين يفتتح أيضا بافتتاحية مشابهة وهناك بنشوف الله بيعمل في البدء خلق الله السماوات والارض وافتتاحيه العبرانيين الله بيتكلم الله بيتكلم تكلم الى الاباء عن طريق الانبياء والحقيقه الحقيقه دي بيعلنها الكتاب المقدس لما الله خلق الانسان خلقه على صورته كشبهه علشان يكون في علاقه حيه وشركه بينه وبين خالقه وعلشان الله يعلن نفسه للانسان كان لازم الله يتكلم صحيح زي ما بيقول مزمور 19 السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبره بعمل يديه لكن علشان نعرف الله معرفه حقيقيه تفضل هو وتنازل لكي ما يتكلم الينا والجزء الاول من الاصحاح الاول بيقول ان الله كلم الاباء بالانبياء من ادم لغايه موسى 2500 سنه كان الله بيتكلم على لسان الأنبياء إلى البشر ومن موسى لغاية ملاخي ألف ومئة سنة يعني ثلاثة آلاف سنة الله بيتكلم للإنسان عن طريق الأنبياء طبعا إحنا فاهمين أن يوحنا المعمدان كان آخر الأنبياء المرسل أمام وجه المسيح لكن الإعلان يفضل إعلان جزئي لم يفي بالغرض الكامل لأنه مين يقدر يعلن الله سوى الله نفسه فيقول لنا أنه تكلم الآباء بالأنبياء قديما في العهد القديم وطبعا الرسالة دي مكتوبة للعبرانيين اللي ليهم الآباء إحنا كأمم لكن لينا كنا أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن العهود والمواعيد لكن الكلام هنا لبني إسرائيل لكن اذا كان تكلم عن طريق الانبياء في العهد القديم لكن الله النهارده بيتكلم بطريقه مجيده وطريقه جديده كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه لقد اتى ابن الله لكي ما يعلن الله اعلانا كاملا يوحنا يقول الحقيقه دي ان الله لم يره احد, أحد قط الابن الوحيد صحيح الذي هو في حضن الآب هو, هو قبر لقد أتى وهو في حضن الاب لكي يعلن لنا من هو من هو الله وهو الذي استطاع أن يعلن الله إعلانا كاملا لدرجة انه قال لتلميذه الذي رآني فقد رأى الآب وقدرنا في المسيح نشوف مين هو الله نشوفه في قدسته وفي حقه لكن كمان نشوفه في حنوه وفي محبته كان المسيح كل من هو الله ظاهرا في الجسد، وإذا كان عندنا الكلمة المدونة المكتوبة كتاب المقدس لكن عندنا كمان الكلمة المتجسد اللي مكتوب عنه والكلمة صار جسدا وحل بيننا ربما حد يتساءل يعني إيه بأنواع وطرق كثيرة؟ في الترجمة التفسيرية بتساعد شوية تمام فبيقول جزئيا بأجزاء يعني نظرا لمحدوديه الاواني اللي بتنقل ما تقدرش انت تجيب لي البحر في جردل تقدرش هتجيب لي شويه منه واحد تاني هيروح يجيب لي شويه تاني لكن ما حدش يقدر ينقل النهر مثلا او البحر ينقله في وعاء فنظرا لان الوعاء محدود فكانت الاعلانات جزئيه مش كامله لما جالنا الابن والله تكلم بالانبياء لكن ما يقولناش بابنه الأنبياء مجرد واسطة لكن تكلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه فهو اللي قدر يجيب لنا الإعلان الكامل اللي فيش مزيد عليه وكمان لما بيقول طرق متنوعة أو طرق كثيرة الأساليب المختلفة فعلاً كانت أساليب مختلفة يعني الرب يتكلم لواحد من خلال علايقة مشتعلة أو رؤية في الهيكل أو في حلم فدي أساليب مختلفة وفي مناسبات مختلفة وفي قوالب مختلفة يعني جزء من الوحي ينزل في شكل قالب شعري او نبوات او تاريخ دي تيجي تحت طرق كثيرة لكن لازم ناخد بالنا انه لما بيقول بحسب الترجمة التفسيرية باجزاء وطرق كثيرة دي مش زي ما بعض الناس فهموها ان اجزاء من الكتاب المقدس موحى بها من الله واجزاء من تاليف البشر لا باجزاء هنا يعني الوحي الالهي نقدر نجمعه من الكتاب جزء من هنا جزء من هنا نحطهم على بعض يبان الاعلان الكامل لكن احنا الوحي اللي بنؤمن به هو وحي للكتاب كلي زي ما بيقول الكتاب عن نفسه كل الكتاب وليس اجزاء من الكتاب كل الكتاب هو موحى به من الله يعني زي ما حضرتك تفضلت اشاعي قال التعبير ده هنا قليل هناك قليل يعني بجمع من هنا وبجمع من هنا وبجمع من هنا عامل زي النحلة لأن هو الكتاب زي العسل فأنا بلف على كل الزهور اللي في هذا الكتاب العظيم بطلع الإعلان اللي شفنا اكتماله في الإبن والبداية بتاعت الرسالة البداية البارعة دي البداية المهيبة تورينا حكمة الروح القدس اللي أعطاها للكاتب الكاتب اللي بيعمل زي بحث علمي هو عارف عقليه الناس اللي بيكتب لهم مين اليهود دول وواحد تصور قال كانه بيسال بيقول ماذا لديكم ايها المسيحيين انت عارفين احنا عندنا ايه عند عندك ايه بيفتخروا اليهود ب يعني ثلاث حاجات او انا بعتبرهم ثلاث فئات يعني شخصيات الانبياء والملائكه مقدسات الهيكل المقدس والناموس وممارسات الكهنوت بطقوسه وتقديم الذبائح فهنا اللي بيرد بيقولي هاتوا أفخر ما عندكم أنتوا بتفتخروا بمين؟ بالأنبياء طب أوريكم بقى أن الله مش إحنا متفقين على أنه إحنا عبرانيين إحنا يهود متفقين بدأ بداية ما فيهاش خلاف الله بعد ما كلم الأباء بالأنبياء يقول بعد كده كلمنا في ابنه يعمل مفارقة بين الأنبياء والابن وزي ما واحد قال يعني إيش جاب لجاب تتكلموا عن ايه بتقارنوا مين بمين واحد اسمه ريس ستيدمان عجبني في تعليقه على بدايه رساله العبرانيين قال كانه مكوك فضائي اطلق لعنان السماء بينطلق من كتابات الانبياء الى اسمى وارقى اعلان لله عن ذاته نعم. من خلال شخص المسيح الله اللي ظهر في الجسد وده بيقفل الباب على اي ادعاء يقول ان بعد ما الله كلمنا في ابنه الله عنده كلام تاني علشان يقولهن زي ما قال بولس إن كلمناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما كلمناكم فليكن أناثيم كده أخ أيمن بننتقل للجزء التالي لما يقول أنه مين هو الابن بقى اللي كلمنا فيه دوت بداية من منتصف عدد اثنين اللي تكلمنا اللي وصلنا ليه من أول الذي جعله وارثا لكل شيء لحد ما يقول الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته ادينا فكرة عن ماذا يريد أن يقول عن هذا الابن في هذا الجزء هنا كان الكاتب بيقول تحبوا أعمل لكم مفارقة ها؟ عارفين احنا بنقارن مين بمين زي ما قلت بالبلد يعني ايش جاب لجاب انتوا بتتكلموا عن مين عايزين تعرفوا مين هو الابن ده من هو هذا الاقنوم الالهي ويستعرض بقى امجاد المسيح الاخ يوسف سبق وقال انها سبع سبع امجاد في الجزء ده يمكن الايه دي فيها او الجزء اللي هتكلم عنه ناخد حوالي خمسه منه يقول الذي جعله وارثا لكل, لكل شيء وفي الكتاب واضح ارتباط البنوه بالميراث ايه اللي للاب للابن ودي من قبل الخليقه دي بتعيين الهي قبل ان يوجد في الوجود شيء لما كان الله كائن وحده لا سواه ومفيش حد تاني معاه تعين ان كل شيء يكون ملك المسيح كل شيء دي تعني ايه تعني كل حاجه في السماء وعلى الارض تحت ايده كل سلطان هو اللي ليه الكل يعني ليه الشعوب وليه العصور لا مش بس كده ليه المجد والكرامة والقدرة ليه كل شيء وبعد كده ينقل ويقول الذي به أيضا عمل العالمين هنا بيتكلم عن مجد المسيح بصفته الخالق في ثلاث اصحاحات في العهد الجديد بتبرز مجد المسيح كالخالق يوحنا واحد كلوسي واحد عبرانيين واحد هنا عايز يقول ده مش بس اللي له كل شيء ده به كل شيء به كل شيء كان وبغيره لم يكن شيء مما كان الذي به وله الكل قد خلق لكن في, في الإشارة اللي بعدها بقى كأنه بيخرج عن دائرة الزمان والمكان يقول لا أنا مش هكلمكم عن عمل ايه هو مين؟ الذي هو بهاء مجده يعني لمعان مجده الساطع مجد الله المعلن في صفاته الادبيه والروحيه دي شفناها في مين الا في المسيح الذي قال ان يشرق نور من ظلمه اشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجد الله فين في وجه يسوع المسيح في شخص يسوع المسيح ورسم جوهره يعني التعبير الكامل عن الله يعني في الانجليزي بتيجي بشكل يمكن اوضح شويه يقول ذا exact expression of his essence. يعني التعبير الدقيق للذات الالهيه ويقول في الصفه التاليه او في المجد التالي وحامل كل الاشياء بكلمه قدراته يعني مش بس هو اللي له كل الاشياء وهو اللي عمل كل الاشياء لا ده مش زي اللي بيقولوا خلق الخليقه وسابها لا ده كمان هو المسؤول عن ادارتها هو الذي يصون هذا الكون يعني هو الضابط للكل اللي ماسك لزمام الامور الحاجات اللي بتنسب اللي بينسبوها العلماء لنواميس الطبيعه طب ومين اللي بيخلي قوانين الطبيعه دي ساريه ها اه؟ ايه اللي بيخلي الجاذبيه الارضيه ساريه ايه اللي بيخلي الجزيئات متماسكه ابسط مؤمن يعرف الحقيقه دي اللي اعلنها الكتاب المقدس يقول لك كلمه قدرته طبعا عندي سؤال يا اخي اذا كان هو حامل كل الاشياء بكلمه قدرته فمن الذي ادار الكون عندما كان معلق فوق الصليب السؤال ده بنتساله صحيح وهل في المسيحيه اجابه ولا هنحتاس قدام السؤال ده نتساله ونحتاس انا ممكن اقول اجابه ببساطه على حد فهمي وده اللي بيظهره ويبرزه كاتب العبرانيين في الاصحاحات الاولى اللي بيبين فيها عظمه المسيح باعتباره ابن الله يعني المساوي لله تماما وفي تجسده كان انسان كامل بنسبه 100% يعني لما تجسد المسيح واصبح انسان على الارض ساب السماء لا كان هو في نفس الوقت الله اللي مالي السماوات بيقوم بكل اعماله اللي من ضمنها انه يحمل كل الاشياء وفي ذات الوقت كان يحل في الجسد اللي تهيأ ليه وهو على الارض كانسان يعني لما مات على الصليب لما جاء إلى الأرض لم يترك السماء ولم يترك إدارة الكون لما مات على الصليب الناسوت هو اللي مات لكن هذا اللاهوت الذي يملأ السماء والأرض مش هو اللاهوت ما يموتش وإلا يبقى يلزم التجسد لو كان يمكن لللهوت أن يموت فلماذا التجسد أصلا فواضح أن اللي بيسأل هذا السؤال ما عندوش فكرة ولا معرفة بالكتاب المقدس على الإطلاق صحيح يا اخي يوسف يعني الموت وقع على الناسوت لكن نعم. في حقيقه مهمه وجوهريه هو انه الاتحاد اللاهوت بالناسوت صحيح. فالذي مات على الصليب هو يسوع المسيح ابن الله طبع. زي ما يقول بولس ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لأجله وده اللي ادك الكفارة القيمة غير المحدودة صحيح. وإلا كانت تبقى كفرته محدودة نعم فالذي مات هو الناسوت لكن لاهوت المسيح لم يفارق ناسوته ولا لحظة ولا نعم. طرفة عين يوحنا كمان يقول ان الدم الذي سفك هو دم المسيح ابن الله يقول مثلا ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فزي ما قلت حضرتك قيمة الكفارة طبعا من ان شخص المسيح هو لاهوت وناسوت طبعا في اتحاد كامل مظبوط أخي يوسف اللي بيسأل السؤال اللي حضرتك سألته ده مم. عنده لخبطه في حاجه انه فاهمها انه الله اتحول مم. بقى انسان ما بقاش الله يعني أي. لما جه هنا على مزبوط. الارض هي دي اللي ملخبطه ناس كتير دي ملخبطه ناس كتير اه لكن هو في الواقع هو الله فضل هو الله لان الله لا يتغير وهو يتغير. مش بس مش فاهم المسيحيه ده مش فاهم الله بالظبط لان كون اقول الله اتحول تمام ما بقاش الله لكن الله كونه يتغير خلاص ما بقاش الله لكن الله الله يساعده هو الله اللي مش هيكف عن ان هو يكون الله اتخذ أجل. خد صوره انسان صحيح. ودي قدرته وامكانياته لانه الله طبعا يقدر بحال كونه هو الخالق يقدر ياخد هذا الوضع تمام. فلم يكف عن كون الله في الوقت اللي هو خد فيه تمام. صوره انسان وبالتالي والانسان لما يقول لك طب لما كان يسوع بينام الانسان بينام هل ربنا نام لا ربنا ما نامش ان هو كالله لا نام لا ولا تغير صحيح. ولا في اي حاجه صحيح. مشكله عنه. يعني المفتاح هنا في فهم شخصيه المسيح انه الله وانسان في, في ذات واحد. الوقت له طبيعتان لاهوت يعني يكون الله وناسوت يعني يكون انسان الطبيعتين دول متحدتان معا لكن بغير امتزاج وعشان كده اللاهوت لم يتغير واعتقد اللي بيفهم الفكره دي اخن حميه بيستريح من مشاكل كتير صحيح وبترد له على حاجات ممكن تكون علامات استفهام أسئلة كتير زي الله ينام الله يأكل الله يشرب الله يموت يجاوبها فهمنا فهمنا الدقيق لشخصية المسيح صحيح كنت عايز أضيف ألقي ضوء على كلمة عمل العالمين يمكن في اللغة العربية مش واضحة قوي معنى أو ما تعني كلمة العالمين لكن اللي عارفين باللغة اليونانية اللي اتكتب بيها العهد الجديد قالوا دي مش مجرد خلق دوائر الكون أو الكون المادي فقط لكن كلمة العالمين تعني الدهور يعني هو اللي خلق الكون وهو اللي شكل الدهور كمان هو اللي رتب العصور عارف اللي هيحصل بعد كده في كل الدهور يعني إيه الدهور بس. عشان نوضح المشاهد العصور آه إحنا بنقسم التاريخ لحقبات بنقول التاريخ ده أو العصر ده بيتميز بكذا فتوالي العصور واللي هيحصل فيها ده من صنع مين. من يعزل المسيح. ملوكا وينصب ملوك مين اللي عزل مين اللي نصب مين اللي شلل ده وجاب ده مش حد تاني غير الله الحقيقة الأعداد دي كمان بتقدم لنا مين الابن يعني ناس كتير بتسأل ما معنى قول المسيح عن نفسه أنه ابن الله هنا بيقدم لنا مين هو الابن الابن ده الوارث لكل شيء مين اللي يقدر يرث كل مال الله هو الله نفسه فالابن هنا الله اللي عنده الامكانيه لان يستوعب وان يرث كل شيء لكن كمان الابن هو الخالق ومين الخالق هو الله الابن هو بهاء المجد كامل الجمال والجلال هو رسم الجوهر الواحد في الجوهر مع الاب ومع الروح القدس مش بس خلق العالمين لكن يحمل كل الاشياء بكلمه قدرته أو فيه يقوم الكل بتعبير كلوسي واحد يبقى بين الإبن ده واحد قال لما المسيح قال كل شيء قد دفع إلي من أبي ألا يستطيع سوى الله أن يعطي كل شيء أو يحصل على كل شيء يمتلك كل شيء ما نعم. يعني لو أداني كل شيء أنا طب نعم. أمسكه فين أه؟ أروح صحيح. فين لكن الله هو الذي يستطيع ذلك صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. في الآيات الأربع الأولى من رسالة العبرانيين الأصحاح الأول، يستعرض الروح القدس سبعة أوجه لمجد الإبن. وفي وصف هذه التيجان الكثيرة التي تتوج رأسه، في وصف مجده كابن الله، نجد حق الفداء المبارك يحتل مكانه بينها. صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا انه لا يتكلم عنه هنا كالحامل للخطيه ولا يتناول بالضبط موضوع جعله خطيه لاجلنا فذلك موضوع يناقشه الرسول بالتفصيل بعد ذلك في الرساله وانما هو يشير هنا مجرد اشاره الى الحق العظيم انه له البجد صنع تطهيرًا لخطايانا، صنع الفداء كاملًا وصنعه بنفسه، ليس بواسطة ملاك أو أي شخص آخر. إبن الله نفسه هو الذي صنع وتمم تطهير الخطايا، فقد تأمل في السلسلة التي يحتل الفداء مكانه بينها، ثم تأمل في ابن الله المبارك باعتباره بهاء مجده، ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمه قدرته واخيرا تامل في الفداء انهما فكران متلازمان في هذا الاستعراض الكتابي الجميل اننا نتكلم عن ابن الله ليس فقط باعتباره الذي عمل العالمين والحامل لكل الاشياء بكلمه قدرته ولكننا بنفس العباره نتكلم عنه كمن صنع بنفسه تطهيرا للخطايا والفعل صنع في اليونانيه ياتي في صيغه تسمى المبني للمتوسط وهي تختلف عن المبني للمعلوم والمبني للمجهول وتتميز هذه الافعال بقوه انعكاسيه خاصه بمعنى ان يعود هذا العمل على صاحبه ايضا وربما كان التفكير الشائع لهذا النص اننا نحن المستفيدين بعمله على الصليب اي لنطهر من خطايانا وهذا صحيح من زاويه كوننا خطاه فقام هو بنفسه بصنع هذا العمل الكفاري دون تدخل منا ولكن النص اليوناني يرينا زاويه اخرى نحتاج ان نتعلمها فقد صنع بنفسه هذا العمل وايضا صنعه لنفسه في المقام الاول وهذا الامر ليس غريبا على الفكر الكتابي فالغرض من تطهيرنا من الخطايا ان نكون لائقين له لنصبح عروسا كامله له هذا الشخص الفريد المجيد اللي بنتكلم عنه هو اخي يوسف اللي يقول عنه نفس كاتب العبرانيين في باقي عدد ثلاثة بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. جزء ينبغي أن نقف عنده شوية مش كده؟ <applause> يستحق فعلا. إحنا قلنا أن في أمجاد سباعية للإبن ثم بعد ذلك اقتباسات سباعية من المزامير نمر على الأمجاد السباعية. لما بيقول في ابنه الذي نمرة واحد جعله وارثا لكل شيء اثنين الذي به ايضا عمل العالمين ثلاثه الذي هو بهاء مجده اربعه رسم جوهره خمسه حامل كل الاشياء بكلمه قدرته سته صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا سبعه جلسه, جلسة. 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 أه برضو عايز اقول حاجه مهمه وجميله ان المسيح سمي المسيح لانه الذي مسح بالروح القدس في العهد القديم كان بيمسح بالزيت الكهنه والانبياء والملوك والمسيح مسح بالروح القدس لكي يكون النبي باسلوب فريد ولكي يكون الكاهن باسلوب لا نظير له ولكي يكون الملك باسلوب لا نظير له فين هنا نشوفه النبي في الحقيقه احنا بنشوفه هنا مش بس النبي لكن الكلمه كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، النبي الذي يحمل الكلمة الأخيرة أو النبي الذي هو نفسه الكلمة الأخيرة من الله. ثم الكاهن بس هنا الكاهن في الحقيقة كاهن عجيب قدر إنه يعالج مشكلة الخطية تماماً. لما نوصل للرسالة وندرسها هنعرف إن الكهنة كانوا بيعملوا بأعمال مؤقتة مرحلية جزئية مش ممكن ترفع الخطايا لانه لا يمكن ان دم ثيران وذبائح وتيوس يرفع خطايا المسيح هو النبي الذي اتى بالكلمه الاخيره بل هو نفسه كلمه الله ثم هو الكاهن الذي صنع تطهيرا للخطايا ثم هو الملك بس اي نوع من الملوك الذي جلس في يمين العظم اي ملك ليه عرش على الارض لكن ما فيش ملك يحلم انه بعد ما تنتهي حياته يروح السماء يوم الله يجلسه على عرشه فيش حد مجنون بيفكر كده لكن المسيح ملك اللي يتقال عنه بعد كده لما نوصل وأما عن الابن كرسي عرشك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك عجبني أخي يوسف تعبيرك أن المسيح يمارس الثلاث وظائف الملك والكاهن والنبي بكيفية فريدة صحيح المسيح نبي آه نبي لكن مش زي كل الانبياء. لا لا. المسيح هو النبي والابن. ايوه. المسيح ملك؟ اه بس مش زي كل الملوك. صحيح. الله قال له في مزمور اثنين: انت ابني. مم. انا اليوم ولدتك اسالني فاعطيك, فأعطيك الامم ميراث فهو الملك الابن. نعم. وكمان هو الكاهن لكن مش زي كل الكهنه. صحيح. هو حتى الرساله دي تعرف المسيح بانه رئيس. كهنه عظيم, عظيم. صحيح. يعني في العهد القديم يا الكاهن العظيم يا رئيس صحيح محدش الاوصاف العظمه دي ارتبطت بيه غير المسيح تمام فالمسيح كاهن وهو ابن علشان كده يبقى كاهنا الى صحيح. الابد فالمسيح فعلا زي ما حضرتك قلت متميز في اداء كل الوظائف اكمل في الايه الجميله بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا يعني. اولا نشوف انه صنع باعتباره الكاهن كما قلنا قبل شويه لكن هو مش بس الكاهن لكن هو الذبيحه ودي حاجه ما فيش كاهن يقدر يقدم نفسه بس هو صنع بنفسه ولما نمشي في الرساله هيقول قدم نفسه يبقى اذا المسيح متفرد في كل شيء نعم هو النبي لكنه ليس مجرد نبي هو ال ال النبي والكلمه اللي هو الله ثم هو مش مجرد كاهن لكن هو الكاهن وهو الذبيحه في الوقت ذاته ثم لانه عظيم ككاهن ولانه عظيم كذبيحه النتائج عظيمه صنع بنفسه تطهيرا لخطايا. للخطايا كل الخطايا تماما مش بس يعني ابعدها لكن عمل تطهيرا لها وده كلام حنشوفه بعد كده في اصحاح تسعه من هذه الرساله بعد ما عمل كده جلس انا بس قبل ما حضرتك فضل. جلس عندي سؤال اتفضل يعني حضرتك قلت لنا انه سبع امجاد مختصه بالابن ايوه ونمره سته منها صنع بنفسه تطهيرة. تطهيرا لخطايانا ايوه هل كون المسيح يقدم نفسه كذبيحه لتطهير الخطايا يحسب مجدا ويعد مجدا؟ ايوجد في الكون كله شخص عنده هذه القدرات انه يقدم نفسه سؤال هل يقدر حد يقدم نفسه؟ الحاجة التانية هل لو قدم أي إنسان نفسه هل نتيجة هذا التقديم تترفع الخطايا إلى الأبد؟ فإذا كانت الإجابة على السؤالين لا مفيش إنسان يقدر, يقدر يقدم نفسه ولو قدم نفسه طب ما كتير مجانين بينتحروا إيه النتيجة؟ ولا شيء لكن المسيح العظيم عندما عمل العمل العظيم كانت له النتائج العظيمه اللي هيقول لنا في اصح اثنين كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره يعني عظيم بهذا المقدار اه يعني ده بيبرز كفاءة شخص بالضبط. المسيح لان يقوم بهذا العمل العظيم تمام تمام انا عايز اقول انه حضرتك قلت في النص في ناس بتقدم نفسها انها تنتحر ده آه. عمل جرم لان نفسه جريمة. مش بتاعته صحيح. مش بتاعته مش ملكه مش من حقه ينهيها لكن المسيح, المسيح كانت نفسه بتاعته؟ ازاي؟ قال كده صحيح ليس احد ياخذها مني بل اضعها انا من ذاتي لي سلطان ان اضعها ده سلطان ما انا ما عنديش سلطان ان اموت نفسي ولما اعمل كده انا جرم جرم واحاسب عليه عند الله فانا قتلت نفسي وانا مش بتاعتي دي بتاعت ربنا وفي واحد من المفسرين الافاضل اسمه ويليام كيلي علق على الجزء ده وقال صنع بنفسه مش بس تعني انه صنع ببذل نفسه لكن لنفسه المجد في انه اعتبارات مجد الله وامانته لصفاته وذاته محبته العظيمه قداسته المطلقه قدرته الغير محدوده تدفعه انه يقوم بهذا العمل حتى ولو كان عجيب بيسموها ريفلكس اكشن يعني صنع بنفسه لنفسه إحنا ما عندناش العبارة الواحدة يا يعني بنفسه يا لنفسه، لكن اليوناني يحمل هذا المعنى، تشبهها الكلمة اللي جاية لما بيقول جلس هي نقدر نترجمها أجلس نفسه. نعم. فمش جلس يعني واحد قال له اتفضل، صحيح الله قال له اتفضل، هنشوف في آخر الأصح الكلام ده، بس هنا هو اللي جلس في يمين العظم، يا معقولة؟ اه لأنه هو الله زي ما فهمنا من الاعداد السابقه بهاء مجده رسم جوائله فجلس في الحقيقه التعبير ده جميل وتكرر في الرساله اربع مرات اول حاجه بيقول جلس في يمين العظمه بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا او تطهيرا للخطايا هنا بنشوفه انه جلس منجزا اكمل وانجز فجلس لما نوصل لاصح ثمانيه من هذه الرساله هيقول لنا واما راس الكلام فهو ان لنا رئيس كهنه مثل هذا جلس في يمين عرش العظمه في السماوات خادما للاقداس فمع انه جلس لكنه لم ينهي خدمته فهو جلس خادما وطبعا لما نوصل لاصح ثمانيه هنفهم ايه هي الخدمه اللي بيمارسها وهو الان جالس لما نوصل لاصح عشره هنلاقي جلس بس بيقول لنا حاجة تاني في أصح عشرة والآية 12 يقول كده وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداؤه موطئا لقدميه يعني نقدر نقول هنا أنه جلس منتظرا منتظرا التوقيت من عند الله الذي هيقول اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك يجي المعاد ويضع جميع الاعداء تحت قدميه في اصحاح 12 بيقول لنا فكره رابعه فهو قال لنا في اصحاح واحد جلس منجزا اصحاح ثمانيه جلس خادما اصحاح 10 جلس منتظرا اصحاح 12 جلس مكافئا بصوا بيقول ايه بيقول كده ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع الله. أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي نتيجة لذلك مكافأة لذلك فجلس في يمين عرش الله ويلاحظ يا أخي يوسف أنه في كل مرة يذكر المكان بوصف متميز أو في كلمة متميزة أيوة. يعني في أول مرة يقول في الأعالي دي تتناسب أيوة. مع الاتضاع الشديد اللي صحيح. وصل ليه فوصل لأعلى مكان تمام. وفي المرة الثانية يقول في السماوات هو ده مكان خدمته بقى أي. وفي المره الثالثه يقول الى الابد ايوه كفايه الذبيحه صحيح. وعظمه الذبيح في المره الاخيره يركز على تعبير عرش الله وفيش سلطان ولا عظمه ولا قدره ولا مكافاه اكثر من كده تمام ولو تذكرنا ان هذه الرساله كتبت للعبرانيين يعني لليهود فاليهود فاهمين كويس قوي ان مفيش كاهن يجلس صحيح ليه؟ لان عمله ناقص ناقص وعلى كده كل كاهن يقوم كل يوم يقدم تلك الذبائح عشان كده ما كانش في كرسي لا في خيمه الاجتماع ولا في, الهيكل لكن هذا الكاهن اللي صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا بعدما صنع بنفسه جلس لانه اكمل العمل انه فريد انا بتصور يا اخي يوسف بعد ما قال سبع امجاد دول اللي عاملين زي قارور الطيب انكسرت هم نسيوا هو بيقارن بمين خلاص تمام. الانبياء اختفوا تواروا في دائره الظلال والمسيح ومجد بس هو اللي مل المشهد هو ده غرض كاتب العبرانيين ويا ريت احنا كمان المشاهدين والمتكلمين يبقى قدامنا بس هذا الشخص الفريد الذي ليس له لا في الارض ولا السماء ولا سيما عمله اللي اكمله صحيح, صحيح. فما نحتاجش ان احنا نضيف شيء يا رب. الى عمل المسيح لكن نكتفي بشخص المسيح وعمل المسيح ونستريح في المسيح ونثمر لله على اساس الايمان على عيون الجميع يا رب عشان يعرفوا ان عملك لا اضافه له. نعم عزيزي المشاهد هذا الشخص الفريد المجيد الذي تكلمنا عنه هذه الاعداد يقول عنه هنا صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا. من حقك انت كمان تتمتع اذا ما كنتش تمتعت للنهارده بتطهير الخطايا. إذا جئت مؤمنا بعمل المسيح من اجلك على الصليب ليتك تفعل فتنال تطهير الخطايا وتتمتع بكل امجاد وعظمه هذا الشخص الفريد. اشكركم اعزائي على وقتكم في الاستوديو واستودعك عزيزي المشاهد لنعمه الله الى ان نلتقي في حلقه جديده بمشيئه الرب والرب معكم.